جاتني ليدي اختاري نتمنى نشوف او يحيى في الحبس ونكتل له نجيب له كونكينه لياوت ماشي غير هاد القبه لخاطرش هو قال لنا ما تاكلوش لياوت ماشي لازم تاكلوا لياوت وتوع الكلب هذيك الكلمه هذيك اللي تحرق الشعب تاع الجزائر كامل اللي جا لهنا حنا ما دابينا نشوفوه في الحبس ويخلص وجدا اليوم الشعب اليوم الشعب فرحان اليوم الشعب كيفاش كان موقف الشعب قاوره ماذا بينا الفرحه تكمل كي نشوفوه داخل للحق ونشوفوه ماشي نسمعوا كيما حتى نشوفوه وبعد هذيك كاين العداله الالهيه حنا على كل حال هذاك العداله الالهيه هذه اسمها زيان علاش كتبت 1960 1960 لقات حشوانا 62 عم باتنا دينا احنا الاستقلال 62 وحنا كل مازال ما ديناش الاستقلال بصح باذن الله 2019 ندو الاستقلال هذا هو الاستقلال ديالنا ان شاء الله.